Thank you, Excellency. We now invite the Crown Prince and the Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia for his remarks. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا جميعا اليوم يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشان مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير والاستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة وحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه. In conclusion, I'd like to commend the PGII launched by President Biden with the participation of Saudi Arabia in $20 billion. We look forward to the integration of the initiative and the economic corridor project, which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. My best regard to you all.